مسلم بعث لنا بمناشده طفل مريض وصار فتره واهله يراجعون بمستشفيات واطباء لكن ما صارت له اي شاره، والده وجه رساله عبر برنامج صوت عراقي الى رئيس الوزراء، راح نتابع هذا الفيديو. السلام عليكم. مسلم صادق كاظم سيد شريفي يشكي من فتحة في قلبه ويناشد من خلال برنامج صوت عراقي أن التفاته من الناس الخيرين أو من الحكومة أو رئيس الوزراء. هذا الطفل مسلم صار 8 سنوات أراجع به ابن النفيس وأي حل ما سوى لي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.